اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني كابتن الكبير دكتور محمود صالح. حلو قوي لما تكون كابتن ومعاك دكتوراه. نسال الكابتن محمود صالح في موضوع الدكتوراه الاول. منور الدنيا، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك ودايما انا بسعد بلقائك. الله يخليك وانا كمان طبعا اكيد. اهلا بيك كابتن. حلو قوي لما تكون يعني كابتن كبير جدا بحجم الكابتن محمود صالح. الله يخليك. وفكرت انت تاخد دكتوراه؟ هي تاخرت قوي طبعا، بس الفكره جات لك وكنت حريص عليها ليه؟ اقول لحضرتك انا فكرت اكمل الدراسات العليا. تمام. خريج طبعا كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان. تمام. سنه 92 91 كان مايكل ايفرت، مستر مايكل ايفرت موجود، وموجود كابتن عزت ابو رئيس مدير كوره، وكان معاهم مساعد الكابتن فتحي مبروك، وكان واخدين قرار ان انا اعتزل يعني. فابتديت ادرس يعني دراسات عليا، بس اللي حصل كان الجهاز ده مشي ورجع، كان الكابتن انور سلامه واستدعوه، كان من الامارات ورجع ومسك الفرقه وقال لي رجع محمود يعني. وانقطعت بقى علاقاتي بالدراسات العليا. الشغل بيبقى صعب طبعا، انت لازم تحضر محاضرات وبتاع، فبتبقى صعبه أكيد طبعا. اكيد. فالفكره بعدت عني. وفي 2002 الله يرحمه. 10 سنين يعني. اه 10 سنين الفكره طلعت من دماغك خالص؟ اه لا خالص. تمام. الدكتور مصطفى الجيلاني الله يرحمه كان صديق عزيز وكان لعيب معانا في النادي الاهلي الله يرحمه. وقال لي طب ما تيجي. قلت له طب ماشي اوكي. في جامعه مدينه السادات وبدات بقى بديت طبعا الموضوع كان بيبقى صعب لان برضه ارتباطات بالتدريب وكده. فاستمرت بقى من 2002 ل 2018. بس انجاز حلو يا كابتن محمد. اه الحمد لله. انا كنت بتحس حريص حريص حريص. هي طبعا جايه متاخره طبعا، المفروض كانت تيجي بدري عن كده بشكل كبير، بس بتحملك جات مسؤوليه. بس جت. خلي بالك حته ان هي جت متاخره دي، يعني انا مثلا اكون عايز اعمل حاجه انا شخصيا اقول لا خلاص بقى يعني هعمل ايه، بعد كمان سنتين ثلاثه اقول يا ريتني كنت عملت الحاجه اللي كنت عايز اعملها. بالظبط. فحته جت متاخره دي يعني كويس ان حضرتك. لا كويس ان جت. خلاص. بالظبط. بس الانسان مهم جدا. انا ما خططتش لحياتي، قليل اللي بيخطط لحياته. لازم تخطط لحياتك، هتعمل ايه السنه الجايه واللي بعدها، عشان ما تفاجئش بان عمرك كبر وانت في حاجات كنت تتمنى تعملها وما عملتهاش. يعني حضرتك شايف ان التخطيط حاجه مهمه؟ طبعا طبعا طبعا. الدراسه بتحملك مسؤوليه كبيره الحقيقه. الناس بكره ان انت بقى عارف كل حاجه، ممكن الناس تسالك، دايما محطوط في اختبار، فمهم تكون مستعد لهذا الاختبار. فمهم تقرا كتير. اكيد تقرا أكيد كتير. اكيد. عموما اهلا بحضرتك مره ثانيه. الله يخليك. عندنا مباراه غايه في الاهميه امام بريطانيا من زيمبابوي ان شاء الله يوم السبت باذن الله في الساعه 3:30 تقريبا. شايف اهميه المباراه من فين يا كابتن محمود؟ صعب. انت عارف ثلاث فرق مشتركين في ست نقاط في ثلاث مباريات، الموقف صعب، محتاجين نكسب، عندنا فرصه كويسه، في فرق كبير طبعا في الخبرات والمستوى الفني، كل ده في صالح النادي الاهلي. مهم التركيز، ومهم العامل البدني النفسي والذهني لازم يكون في اعلى درجاته، تصميم على الفوز وفي اعلى تركيز. اكيد. واعتقد ان شاء الله يعني هو المستر فايلر الحقيقه بيقدر يجهز اللاعبين حتى لو في مشاكل في الاصابات، عندنا اصابات كثيره طبعا، انه هو دايما بيبقى دايما مجهز اللعبه بشكل جيد. الهلال قلب المجموعه يا كابتن محمود. بفوزه على النجم بره يعني في ملعب النجم الساحلي. كله كان مع كابتن حماده صدقي. بالظبط. اول مباراه للكابتن حماده. احنا يعني عمل لنا مشكله كابتن حماده. احنا فرحنا له صحيح وجميل قوي. احنا بنحب النادي الاهلي، بيحب المنافسه كابتن محمود. طبعا. يعني النادي الاهلي لما بيكون كده لوحده لا، هو عايز حد ينافسه وعايز يبقى في يعني حق حقيقي. كلامك مظبوط. يعني انت بخليتني ارجع بالذاكره شويه، انا جات حاجه في ذهني، انا كنت احب الماتشات اللي بره ملعبنا، مش كده؟ بحس ان انا في تحدي مع الناس، الجمهور ده بالظبط، وبادي احلى مباريات ليا خارج ملعبي. فعلا دي حقيقه. آه. لما احنا كمان كاهلاويه دي موجوده في الاهلي عموما. اه لما اشوف الاهلي نازل الفرقه ما فيش هدف، فرقه حاسس ان هو ضعيفه. لكن الاهلي في ماتشات القويه الاهلي طبعا هو شخصيته الحقيقيه بتظهر. بالظبط. لان المباريات الصعبه بتخلي الجانب النفسي والذهني حاضر ومتواجد بنسبه كبيره. جميل قوي. وطبيعي النادي الاهلي من الناحيه الفنيه وما تجمعه من ناحيه خططيه ومهاريه والناحيه البدنيه بتبقى جاهزه. هي النادي الاهلي لو لا قدر الله في قدم مباراه اقل مستوى، هي بتبقى الاعداد النفسي
والذهني بعيد شويه. دي مسؤوليه طبعا الجهاز الفني، وانت مع نفسك لازم تكون تعد نفسك بالظبط. يعني وزنك زياده تخسس، تتخيل الناس المنافسين معاك، مين اللي هيبقى معاك في تنافس مباشر الملعب، كل دي نقط مهمه جدا لازم، ودي فايتانا الحقيقه في التدريب. يعني لازم الحاجات دي نتعلمها من الصغر، لازم. انا ما ادخلش الواد خلي بالك، احنا كل مره انا وحضرتك بنقعد نتكلم ونروح راجعين للصغر الناشئين. بالظبط بالظبط. يعني انا ما احطش الواد في توتر واحمله ضغوط، لا بس احسسه يعني تمرين، تنزل تادي التمرين المطلوب منه وهو صغير. شغلك وحياتك واحترافيتك. من هو بدا كام، 8 سنين؟ لازم قبل ما ابدا اقول له التمرين كذا وهنعمل كذا، وتادي التمرين كويس، وفي مكافاه اللي هيأدي بشكل كويس، وتعمل الحاجات اللي فيها حوافز ديت، لانه الصغار الحاله الاحترافيه بالظبط ببساطه وما يعني مناسب، عشان ما فيش حد يقول لي ده عايز يوتر اللعيبه. لا، حاجه لا تبقى لا مميزه وتناسب المرحله السنيه، لازم تدخله يبقى مركز بالظبط، لازم تدخله يبقى ان في تنافس. شغلانتك دي في تنافس، فدي شغلانتك في تنافس بالزبط. النهارده في العاب بتتلعب، بيبدا اللعيب من 4 سنين مثلا، الجمباز من 4 سنين، طب ما هيخش بطوله وعنده مثلا 6 سنين ولا 8 سنين. طب لازم اعده بالظبط، بس هي متدرجه بشكل طبعًا متدرج طبعًا وبشكل بسيط ويناسب المرحله السنيه طبعًا. دي نقطه مهمه جدا. ممكن قلنا النقطه الثانيه، حته اللي بنعانيها في الكبر، النواحي الخططيه، لازم اللعيب يتعلم خطط بسيطه طبعًا. يعني باصي وتحرك، اتحرك في المساحه الفاضيه طبعًا. التحرك من غير كره يبقى يعني في حاجات، يعني ارجو يمكن الكتب القديمه ما كانتش تقول كده، بس لازم بقى يعني نطور. ما فيش ثوابت يعني يبقى غلطان جدا اللي يفضل يعتمد على كتب ومرجعيات طبعًا. لان مفيش ثوابت خالص طبعًا. خصوصا واللي عمل الكتاب ده هو فكر بالظبط. انت فكر برضك، ممكن بالزبط. تحط حاجه الناس تمشي وراك جميل فيها جميل قوي. صح. الكابتن حماده صدقي كان رايح مباراه النجم، مش يعني هو يعني اقصى امانيه ان هو ممكن يتعادل. اقصى امانيه، هل فعلا النجم الساحلي السنه دي ضعيف جدا؟ هل هو كان يستحق الخساره بالرغم ان هو بعد ما جه فيه جول من الهلال السوداني بدا ان هو يستحوذ على الامور كلها، لكن ما عرفش يجيب جول. فهل هو فعلا ضعيف، فرقه ضعيفه؟ هل كابتن حماده كان موفق جدا؟ المجموعه اتقلبت ازاي؟ هتلاقي هم الاعداد النفس، ما دي اللي بتفرق على فكره. المستويات دايما بتبقى يعني النواحي البدنيه، الناس كلها بتتمرن كويس دلوقتي وفي فكر والناس عندها علم، وتلاقي الفرق كلها جاهزه بدني وبتاع. ممكن تبقى ناحيه مهاريه بعض اللاعبين المميزين بتفرق. الناحيه الخططيه لحد ما برضو، انما دايما في المستويات المتقاربه يا كابتن اللي طبعا ما فيش شك هي العامل النفسي والذهني، الاعداد لمباراه. انا بعتقد ان الكابتن حماده صدقي بخبرته اعد الفرق واعد فريقه بشكل النواحي الذهنيه ديت والنفسيه، اعدهم بشكل كويس والعكس. هو طبيعه شخصيته كده، حماده كان دايما متحمس وراجل في الملعب وملتزم ف احيانا اللي بيتكلم بصدق بتوصل المعلومه كويس، واللعيبه بتحس بيه، بتحس بشخصيته وبتقتنع بكلامه. وطبعا مع تاريخه في سواء كلاعب لاعب دولي وتاريخه مع في التدريب مع منتخب مصر وانديه مصر، مفيش شك بتدي ثقه للعيبه وبتولد ثقه في وقت قريب. هتلاقي تواجد الثقه بين اللعيبه وبين المدير الفني، وهو عنده خبرات كبيره وتاريخه الكبير ده اكيد ساعده بشكل كبير اكيد. ودليل على كلام حضرتك ان بعد ما اللعيبه الماتش خلص راحوا له طبعا، اللعيبه راحت للكابتن حماده يعني طبعًا. كان لسه ما لحقش كمل معاهم اسبوع او 10. هو اكيد ادى الثقه وما شال الرهبه خالص، وادى الثقه يعني نقل ثقته اللي هي موجوده. لازم انت تبقى عندك ثقه، انت يعني تبقى موجود، انت مش هتتكلم كلام وهو انت مش شاعر بيه. يعني بكلم لعيب بقول له انت مستواك كذا، لازم كلامك يكون فيه صدق، يعني انت ما عشان يوصل للعيب يبقى مقتنع بيه اكيد اكيد. فهو اكيد هو العامل النفسي والذهني ده اعتقد هو كان الفارق. وعلى العكس تماما اكيد النجم الساحلي بدا المباراه ان متخيل الهلال السوداني بعيد عن من نازلين يكسبوا طبعا ان النادي الهلال السوداني بعيد عن التنافس في البطولات الافريقيه بقى لفترات طويله بالزبط. انما لازم ده درس لينا كلنا، لازم تحترم المنافس بتاعك. صح صح، لان ممكن ما تدركش الامور بعد كده، وده اللي حصل فعلا بالظبط. كابتن محمود كنت جيل ما شاء الله، يعني كنت لما بتفرج على الماتشات بتاعتكم حاجه، يعني كل لعيب فيكم فرقه ما شاء الله. يعني لما كنتوا بتلعبوا في ماتشات مهمه زي كده اللي هي بقى فيها لازم اكسب،
بتاخد انت انطباعاتك ازاي؟ تبقى نازل انا عايز ايه من المباراه؟ بتبقى عايز تسمع ايه من المدرب بتاعك؟ يعني ارجعك شويه كده، يعني انا مثلا بكره ان شاء الله عندنا هنتكلم في مباراه الاهلي ودراجونز، المباراه اللي تفتكرها في كاس الكؤوس 85 اللي حضراتكم كسبتوا فيها 4-0 وكان التعادل هناك 1-1. دراجونز بنين بالظبط، كان عبيدي بنين بيلعب المباراه. عبيدي بنين هنتكلم فيها بكره ان شاء الله. بقى 35 سنه بنفكر الناس احنا بالماتشات دي 36 سنه. حاجه جميله قوي. احنا يعني انا مستمتع بصراحه وانا بعمل الماتشات دي، كمان بتفرج على قيم، بتفرج على جو نظيف قوي. ايه الضغوطات اللي كانت بتيجي عليك؟ ايه اللي بتحب تسمعه؟ ارجعك شويه لورا. رجعني. هو بصوا، في النقطه الاهم دور الكباتن الكبار حقيقه. تمام. من اول احنا يعني جيلنا ابتدى يلعب، ابتديت العب 81 انا، والاجيال اللي قبليه والاجيال اللي بعديه. في التوقيت ده الحقيقه كان موجود طبعا موجود الكابتن مصطفى عبده، كان كابتن الله يعني يمسيه بالخير يعني كل التحيه ليه. وموجود طبعا الكابتن محمود الخطيب، وموجود الكابتن اكرام والكابتن ثابت وكابتن ماهر همام، كتير يعني. انا كل دول كان لهم دور الحقيقه يعني فعلا بتلاقي في دور بصرف النظر في لعيبه من اللعيبه دي ما كانتش بتلعب، ممكن المباراه النهارده مش هيبدا بيها شكل اساسي، انما الحماس وحب النادي ودورهم كانهم كوتشات يعني الحقيقه يعني. التزامهم في التدريب، التزامهم في حياته، التزامهم في المباريات الوديه، والتزامهم في كل ده الحقيقه احنا اتنقل لنا واخدنا الانطباع ده عن اللعيبه الحقيقه. فده اعتقد يعني مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، هتلاقي في الاتحاد السكندري كده، هتلاقي في لعيبه كبار كان لهم دور كبير قوي، هتلاقي في الزمالك كان كده، هتلاقي في الاسماعيلي كده، هتلاقي كل انديه مصر دايما المجموعه الكبيره دول ليهم دور، متحملين المسؤوليه جدا وكانهم في الجهاز الفني او الجهاز الاداري في الـ في الـ في الـ في الفريق، ومهتمين وبيشجعوا اذا كان لعيب صغير ويحمسوهم و الروح كانت موجوده، كانت فيها تعاون وفيها حب وفيها اخلاص الحقيقه. مش عايز اقول قلت، بس انا يعني الدور يمكن دور المدرب اللعيبه الكبار في السن هي مش متوفر قوي دلوقتي، لان انت زمان كان ما كانش في الاحتراف بقى وتبادل اللعيبه، كنت ممكن تلاقي مع ان ما طلعنا مثلا كانت ممكن الكابتن خطيب والكابتن مصطفى عبده بقى لهم 12 سنه بيلعبوا درجه اولى، فيعني خبرات ده احنا وكمان كان اللعيبه في النادي بيقعدوا فتره طويله جدا، ما كانش في احتراف، كانش لا في لا هو لا النادي اللي يقول لك. فالارتباط بالنادي بالزبط. غير طبيعي، والمجموعه هي بالزبط. واحده تمام. ومستمره. انت يعني كنت صغير طفل بتتفرج على اللعيب، لعبت معاه، وتيجي بعد 10 سنين تلاقي نفسك انت فشوف بقى تاثيره معاك قد ايه. هو في الماتش ده تحديدا حضرتك كنت بتلعب انت وكابتن مجدي عبد الغني اثنين مساكين، كابتن حمدي ابو راضي وكابتن ربيع ياسين، ده كان خط الدفاع بتاعك. وكان الكابتن اكرامي الحارس المرمى بالظبط. يعني انا مش متذكر قوي طبعا، فاكر الكابتن الخطيب اعتقد جاب هاتريك. جاب هاتريك، جاب جون مش طبيعي. ربنا دايما يبقى في افضل حال ان شاء الله. جاب جون مش طبيعيه، مش طبيعيه. فاكر جون بكعبه كده والكره، جون بكعبه وجون على بصدره كده سنده وحطها وعدى وشاط. وجون من نص الملعب بنص الفرقه. دايما الكابتن الخطيب في تمايز في الاهداف اللي بيحرزها. والكابتن طارق ابو زيد حط الهدف طبعا التاني. الكابتن كان متالق في الفتره دي برضو كابتن طارق ابو زيد. المجموعه كلها ما شاء الله روح، وكان دايما يجتمعوا معانا وقبل الماتش ويكلمونا، يعني الروح انا شايف يعني كان لهم فضل كبير اللعيبه الكبار الحقيقه بصراحة. يعني أجيال الجديدة ديت إذا كان في تفوق ليهم أو استمرارية سنوات طويلة ومستوى عالي وساعدونا الحقيقة، كان كله طبعا لمصلحة النادي الحقيقة، أعتقد كان ليهم دور كبير. أتمنى يكون موجود. أنا مش متابع أول فريق الأول يعني في النقطة دي يعني. بنتفرج طبعا المباريات وبنتابع المستوى الفني والأداء اللي بيلعبوا بيه الحقيقة، بس دي النقطه كانت مهمه جدا، متوفره جدا في النادي الاهلي ولا كل الانديه الحقيقه. تمام. ودايما اللعيب ما كانش بيبص بقى ياخد فلوس كام. انا تذكرت نقطه على فكره، كان زمان الكابتن حسن حمدي كان عامل حاجه كويسه، اللعيب اللي بيعدي ال 120 مباراه رسميه مع النادي ياخد مكافاه كامله، يعني ليه تعويض مثلا 8 ماتشات او 10 ماتشات في السنه، مش فاكر كام ماتش، ممكن تكون 10 او 12 ماتش في السنه، حتى لو هو بره التيم خالص بره السكور ياخد مكافاه كامله. انا فاكر في لعيبه كانت عامله مشكله، قالت لك احنا مش عايزين مكافاه، انا عايز العب. دي الروح دي اللي كانت موجوده الحقيقه يعني دايما كنا بنعيشها. وكان في لعيبه كبار اكتر، كل معظم اي لعيب اذا كان في السكور فيه 2 أو 3 بيبقوا زعلانين وعاملين مشكله، او حد ممكن يجي يقول لهم انت معدي ال 120 مباراه رسميه انت هتاخد مكافاه كامله، انا مش عايز اخد مكافاه، عايز العب. انا عايز العب.
كابتن محمود حضرتك يعني شخصيه في الملعب، كنت شخصيه هاديه جدا، مش باين عليك تاثرك او خوفك من اي حد، ده الظاهر لينا احنا كجماهير بنتفرج ومتابعين. امتى كنت بتقلق؟ لان شخصيتك ووقفتك في الملعب كان ما شاء الله، لا مش متاثر، لكن اكيد بيجي لك مواقف انت بتبقى قلقان فيها. لا، ممكن نتيجه المباراه، الخوف على نتيجه المباراه بس ممكن تاثر عليه. انما اجواء المباراه في ملعب خارجي، ملعب داخلي، جمهور المنافس، لا. انا في بدايه الحلقه قلت لحضرتك انا كنت بحب الماتشات اللي خارج، وفعلا كنت بادي فيها افضل. تمام. لا، هي بترجع بقى، يعني مش عايز يعني واحد يعني يشكر في نفسه، اوكي، بس هي انا لا، كان عندي حماس وكان عندي ثقه في نفسي. تمام، جميل قوي. دي نقطه مهمه جدا. الثقه مطلوبه جدا، خصوصا لعيب النادي الاهلي، اللعيب اللي بيتحمل الضغوطات، الضغط الجماهيري، الضغط النفسي. طبعا كلام مدربه ممكن يبقى عنيف شويه، خصوصا المدربين الاجانب بيبقى يعني حد شويه، لانه هو عايز ينجح الصوره في كل حاجه فيها. دي بتبقى موجوده في اللاعب داخليا، داخل عنده دايما عنده حافز، مش حافز اللي هو دوافع، يعني الحافز ده يعني هديه، حاجات خارجه جواه دافع. الحياه دي يعني كانت موجوده وتنمى. انت بتلعب في النادي الاهلي، نادي كبير برضه، بتحملك مسؤوليه اكتر، تلاقي نفسك تركيزك اكتر. بالزبط. النجوم زي ما قلت، دول النجوم الكبار دول كان ليهم فضل كبير في نشاتنا الحقيقه، ازاي نكتسب الثقه وانتوا النادي الاهلي. دور كبير فعلا. طبعا تاريخ النادي الاهلي بيديك برضه ثقه في نفسك، عوامل كتير، الجمهور بيديك ثقه في نفسك، النتائج اللي بتأديها، البطولات اللي بتاخدها بتديك ثقه في نفسك، كل دي الحياه. والحياه دي مجتمع في النادي الاهلي متواجده. بالزبط. في نتائج. بالزبط. في مجموعه لاعبين متحملين مسؤوليه كبار، في بطولات بتعملها، تاريخ وراك، تاريخ كبير، ده طبعا مفيش شك بيحملك مسؤوليه كبيره. وانك كنا انك تمثل النادي الاهلي اكيد بيديك ثقه كبيره. احنا يعني بدنا نلعب، دي اهم حاجه، ورا يعني مثلا في الكابتن ثابت والكابتن اكرامي، وبعد كده الكابتن احمد شو، ايه ده؟ ايه ده؟ بالظبط. الحلب مع دول؟ بالظبط. يعني احنا كنا، انت لابس تيشيرت لبسه يعني عظماء. انا لعبت سريع، يعني لعبت وبقيت بلعب على طول، من اول مباراه بقيت اساسي. ممكن تاني سنه كنت رايح متاخر، يمكن حكيت الموضوع ده مش عايز اكرره تاني، يعني رحت النادي متاخر، ويعني الموضوع بالنسبه لي انا قلت ايه اللي بيحصل؟ بتعمل لي مفاجاه بالنسبه لي. فمتخيل انت بقى الاجواء دي، ان بالك 12 سنه بتتفرج على لعيب او 15 سنه، وبعدين بتبقى زميله، شوف بقى الثقه ومع تحمل المسؤوليه، مع تاريخ النادي، مع النتائج، مع البطولات. والنادي الاهلي على مستوى العالم، البطولات بتاعته مش على مستوى المحلي او المستوى الافريقي، لا على المستوى العالمي، يعني البطولات الافريقيه لا دي المفروض كل العوامل دي ما فيش شك عشان كده ببقى حزين جدا، الحاجات اللي ببقى زعلان، ان اللاعب مش حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه. انت وراك تاريخ، انت المفروض انت بتمثل نادي كبير ووراك تاريخ كبير، انت مش محتاج تشجيع. صح. انت المفروض تكون يعني صح، انت جاي عندك قمه الالتزام، يعني انت تعمل احسن حاجه عندك. اعتقد دي كانت زايده شويه في كان جيل مميز، الجيل السبعينات وجيل الثمانينات لما احنا بدانا معاه. اصل انتوا برضه يا كابتن كان ما شاء الله عندكم ميزه، يعني احنا نكاد نكون مفتقدينها دلوقتي، اللي هو انتوا كان مصدركم الجمهور. بس طبعا دي طبعا بس، لكن دلوقتي اللعيب عنده مصادر كتير جدا، عنده في تارجت فلوس بيتكلم فيه، في سوشيال ميديا، في تلفزيون كتير جدا جدا، وقنوات كتيرة جدا جدا، لكن انت كان عندك السبوت الاساسي بتاعك والدافع الاساسي هو الجمهور. تمام. كان يعني الماتش اللي انا هتكلم عليه بكره ده كان فيه 120 الف متفرج. تمام. حضرتك متخيل؟ تمام. مش متخيل ايه، حضرتك عشت. تمام. عشت 120 الف متفرج. تمام. تخيل 120 الف متفرج دلوقتي في استاد القاهره دلوقتي. تمام. مع اي فرقه. تمام، مفيش شك، لابس قميص النادي الاهلي اقصد. تمام. يعني. تمام، مفيش شك طبعا، كل ده الميديا وكل ده اعتقد بتعمل نوع من التشتيت، بتشتت شويه. بتشتت. احنا انا يعني انت بتستنى اليوم عشان تشوف الجماهير وتتفاعل معاها. والجمهور تشوفك وانت بتلعب. انا جوازي حتى اتاخر على فكره، قعدت فتره اتاخرت، فريت كذا سنه عدوا، قلت ايه ده؟ كان والله كان كل تركيزي في الكوره، اشوف حتى الجواز نفسه. انت يعني كان حياتك الكوره، وانك تلعب وانك تأدي وتاخد بطولات. حتى ما كانش في تركيز في الجوانب الماديه دي خالص خالص. أنا يعني احنا بدانا يعني عايز اقول لك حاجه، العقد كان 80 جنيه سنه 81 بالظبط لما بدات العب، والمكافئات كانت ضعيفه، يعني ممكن 120 جنيه 80 جنيه مكافاه المباراه. عشان تاخد ال 120 يعني تزيد 40 كام؟ 40 جنيه زياده بس في عقدك، كان لازم تلعب 8 ماتشات رسميين. انا جيت مثلا في الماتش السادس اخدت لي كدمه كده، كانت يعني الوضع الطبيعي ما العبش، لا لازم
أنا والله العظيم يا كابتن عارف انا عايز العب، عايز اكمل الثمانيه طبعا عشان اخد وازيد ال 40 جنيه دي، تخيل. طبعا دافع بالنسبه لك وحماس كبير كده. احنا التقسيمات كان زمان كابتن محمود لما بتسمع، انا اسف ان قطعتك بس لازم اقول لك السؤال دلوقتي حالا، لما بتسمع الارقام دلوقتي الخياليه هي ممكن تاثر بشكل سلبي، وبتقارن حضرتك بنوعيات لعيبه بتاعتك اللي انت لعبت معاها ونوعيات لعيبه، مع احترامي طبعا لكل لعيبه، بيبقى احساسك انت ايه شخصيا يعني من جواك؟ هي برضو فيها نوع من الضرر، ممكن الاكتفاء المادي بيجي عند اللاعب بسرعه قوي، ممكن في خلال سنتين يبقى معاه كام مليون كده وجاله اشباع من الناحيه الماديه، ممكن دي بتخرجه عن تركيزه في اللعب ان هو يكمل. فعلا دي بتحصل ان هو يكمل. انت انا برضو اتذكرت حاجه يعني كل التحيه والتقدير للكابتن حسن حمدي الحقيقه، يعني كان عامل حاجه قبل ما يعني في اثناء لعبنا، كل لاعب عمل مباراه رسميه تتحسب له ب 250 جنيه وياخدها في مع اعتزاله. يعني لعبت 100 مباراه تاخد 25000، 200 مباراه تاخد المبلغ ده، كان رهيب بالنسبه لنا طبعا. احنا كنا بنقاتل عشان النقطه دي طبعا. حريص انك تلعب، حريص انك تشترك في مباراه رسميه طبعا. ليه؟ لان انت عايز في الاخر مثلا تطلع مثلا 300 مباراه مثلا يبقى معاك 150000، ده مبلغ رهيب طبعا كده الدنيا خلاص. انت مش هتعمله وانت بتلعب، فانت هتاخده وانت بتعتزل. لا وبعدين فلو انت قاتل انت ما بتلعبش وبس، ده انت بتلعب ولازم تثبت نفسك عشان تلعب بعد كده بالظبط. فانت بتضرب كل هو ضرب كل حاجه بالزبط. بطوبه بالزبط. زي ما بيقول يعني هي احيانا الماده ما بتكتر، وده غلط طبعا. انت المفروض تعمل لنفسك تاريخ ومجد بصرف النظر طبعا. على الاكتفاء المادي ده، شايفين بره كريستيانو وميسي عايزين كانوا بادئ حياته بالظبط، كانه ده اول موسم ليه بالظبط، كانه ما ياخدش فلوس خالص. لا لا خالص وده فعلا احيانا في بعض اللاعبين طبعا، انما في لعيبه طبعا بتتالق وتستمر عندنا في انديه اخرى الحقيقه. والجانب المادي ده ما فيش حاجه اسمها اشباع مادي، هو برضو عايز يعمل تاريخ لنفسه اكيد طبعا اكيد طبعًا. ودي حاجه مهمه موضوع انك تعمل تاريخ لنفسك اكيد، لانه الزمن مش هيرجع طبعا. يعني في لعيبه يعني انا متخيل في لعيبه على مختلف الاجيال، يا ريت المفروض انا لعبت، انا المفروض كنت كذا، انا اهملت، انا كان عندي فرصه، انا كنت ممكن العب 10 12 سنه، انا كنت ممكن العب دولي وامكانياتي انا 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 ف محمد عبد الجليل كان معايا في احد الحلقات يا كابتن، وبعدين قلت له عايز اسال سؤال، قال لي عارفه. قال لي عارفه وانا هرد عليك، هقول لك انا لو رجع بيا الزمن تاني هجيب خيمه واقعد في قلب الملعب مش هطلع منه. يعني كان على فكره محمد عبد الجليل كانته كويسه جدا، ما بالظبط، والتاريخ اللي عمله لا يتناسب مع امكانياته الحقيقيه خالص. خد بالك اللاعب الوحيد وهو جايب الكره بقى لها قلقان منه، تخيل بقى في التقسيمات في النادي او حاجه. ده لعيب مش ما شاء الله ما كانش طبيعي. انا ما كنتش بخاف من حد، انا ما كنتش بخاف من عبد الجليل بس وهو جايب الكره دريبل، كانت امكانياته كويسه جدا. ده اعتراف حصري ولا قلته قبل كده؟ واعتقد حصري، ما هو ما قلت كده. مش عايز انا بستغرب يا كابتن. ما انا بقول لك اللعيب الوحيد اللي انا ابقى قلقان منه هو جاي بالكوره دريبل، كانت كورته حلوه ومخه كان حاضر دايما. دي حاجه اللي جاي بالكوره، واللي جاي من غير كوره كان علاء ميهوب، يعني جاي في اتجاهي هيجري فين ويعمل فين فين من غير كوره كان علاء ميهوب. انا بقول لك حاجه يعني ايه، يعني متخصصه قوي في الناحيه الفنيه اكيد. يمكن علاء عنده الميزه دي يمكن ما يعرفهاش، او عبد الجليل عنده الميزه دي. لا تيجي تقول لك بس انا اللي حاسسها اكيد، انا اللي حاسس. علاء من غير كره تحركاته غير طبيعيه، والدريبل بتاع عبد الجليل. عموما عايز اسال حضرتك سؤال برضو قبل ما ندخل برضو في النواحي الفنيه لمباراه الاهلي وبلاتينيا، كان على ايام حضرتك مقوله المدير الفني ده مش افريقيا كويس ومحليا كويس، وان انا اقارن بقى هو افريقيا ايه ومحليا ايه؟ لا عند رايي الشخصي الكره مفتوحه يا كابتن مش كده؟ طبعا مفيش حد يقول لك اصل خبرات افريقيه، ايه خبرات افريقيه؟ انا معاك جدا، انا معاك جدا. لاعبين افريقيا كلهم بيلعبوا بره، هتلاعب فرقه دوليه بالظبط. النهارده تلعب مثلا السنغال ولا نيجيريا ولا الكاميرون، اللعيبه كلها محترفه بره. ومفيش مقوله ان الكره الانجليزيه فين؟ ده فيها الفرقه فيها 15 جنسيه، وممكن تلاقي لاعب او اثنين بس بيحملوا الجنسيه الانجليزيه والباقي كله. الموضوع الكره ما فيهاش جنسيه. انما تتوقف على فكر المدرب وامكانياته الفنيه ويقدر يعمل ايه مع المجموعه دي ويتطور في ادائهم، وازاي يحقق نتائج، وازاي يتغلب على المنافسين، وازاي يصنع تاريخ للنادي ده. انما بالظبط يعني يقول لك ايه، هات مدرب لعب في افريقيا كتير واشترك في بطولات عشان يبقى عنده، يعني ايه عنده يعني مش عارف. دي كوره ودي كوره صح
صح. انا هلاعب منافس، انا عملت اعداد لفرقتي ازاي، طورت ادائهم ازاي، جهزتهم من كل النواحي، فرمته الرياضيه ازاي، وبعد كده اجي افكر ايه المنافس ده، ايه امكانياته، ايه عناصر القوه وعناصر الضعف وطريقه لعبه والى اخره، وهلعب ازاي، وايه التيم المناسب اللي عندي، وازاي احط تشكيل. كل الافكار دي يا كابتن كلها بتدور في ذهن اي مدير فني على مستوى العالم، حتى لو بيدرب مركز شباب. صح، هو كل الافكار دي بتدور في دماغه. فالكره ما فيهاش جنسيه، الكره مفتوحه تمام. وده اللي كان زمان، كان زمان يا كابتن الدول منغلقه. الانجليزي بيلعبوا في الدوري، البرازيليين بيلعبوا في الدوري البرازيلي بس، والبرازيل مش عارف عشان تيجي اوروبا بياخدوا سفينه، يمكن ما بيركبوش الطياره، في زمن قديم شويه يعني. فالدنيا مفيش بقى ولا في ولا بتشوف حد هتلاعب مين ولا عارف اي حاجه خالص. دلوقتي انت عارف كل حاجه، وانت عارف درجه الحراره كام هناك، وعارف الجو فيه مطر ولا ما فيهوش مطر، وعارف الملعب شكله ايه، كله وانت قاعد في مكانك. طبعا انت هتقابل منتخب انجلترا، كل التفاصيل هتبقى بالظبط، كل التفاصيل هتبقى بالظبط. فالكره مفتوحه، وانت انت نفسك كل اللي عندك، الاخرين والمنافسين ليك عارفين كل حاجه عندك، وكنات لعبتك وكنات فريقك، كل حاجه مفتوحه. واعتقد ان فايلر هو بيتعامل من المنطلق ده، ان انا بلعب كوره. ايوه، هلعب كوره بره زي ما العب كوره في الدوري، زي ما العب كوره في كاس عالم، زي ما العب، هي دي الكوره بتاعتي، وده اللي انا بطور لعيبتي عشانه. واعتقد ان كمان فايلر عمل كده، طور نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، هو طور لعيبته، خلى كل اللعيبه متاحه للعب، شال من دماغ اللعيبه انا اساسي وانا بديل. شايف حضرتك الكلام ده صح؟ تمام. حضرتك طبعا كله سليم. انا دايما بشبه مستر فايرر بمستر فايسر، الذكاء، الاعداد الصح، الاعداد النفسي والذهني مهم جدا. دي هو ساعات احنا بنقول كلام نظري كده، ممكن بعض الناس تتخيل ان هو سهل. لا لا، خلاص صح. الجمهور دلوقتي بقى ثقافته الكرويه عاليه جدا، ما تقلقش. لا لا، بتكلم يعني اعداد الفريق، العمليه صعبه. انت حتى بص، مع دخول النواحي العلميه في الفرق، الحقيقه انت لو بصيت على الفرق العالميه او الدوريات الكبيره، بص الناس اللي الجهاز قاعدين 15 واحد قاعدين. ايه ده؟ زي الطب، طب النهارده حتى صح، كله قاعد لو لابسين يا كابتن التخصص دلوقتي، لا التخصص، ضربات قلبه كام، جري كام كيلو، قاعد عنده الجهاز معد بدني ومعد نفسي و حتى شوف مثلا الطب، بس كان زمان دكتور العظام ده اي حاجه، الكتف ده تبقى فيه مع العلم وتطور العلم، بقى في دكتور متخصص في الانكل او في الركبه او في مفصل الحوض او في مفصل الكتف، التخصصات زادت لان العلم كبر ووسع، والناس اللي شغالين في اي مهنه عايزين يطوروها الحقيقه، وجدوا ان التخصص لازم يتجزا، لازم يتجزا. وده تطوير على فكره موجود، جه في ذهني برضه حاجه، يعني على ما اعتقد في الباسكت في مدرب متخصص يساعد المدير الفني في التكتيك الدفاعي، ومدرب في التكتيك الفني، وفي فرق دلوقتي في الكوره بتعمل كده، هتيجي بتعمل كده، هتيجي هتيجي يعني. انا لو الموجود ده، لو ده موجود عندنا في مصر، مفيش شك انا هبقى حابب جدا اشتغل في التكتيك الدفاعي، وحاسس ان انا جميل قوي وانا حاسس ان انا مميز فيه الحمد لله، جميل قوي، مميز فيه جدا، واقدر اطور، اقدر اطور. وكمان هتساعد المدير الفني ان هو خلاص بقى يعني هيرمي كل الاعباء على المتخصصين، وهو في الاخر هيدير الفكره كلها بشكله هو. والمتخصص دوت لو هو كفء هيساعد المدير الفني، اكيد اكيد هيساعده، اكيد. يعني بص حضرتك، انت دايما بتيجي تعمل حاجه تكتشف، بتلعب على ايش؟ انت بتلعب على عيوب ومميزات عند الله، العيوب بتحاول تصححها والمميزات تحاول تاكدها. تمام، اوكي. فالنقط ديت لما توصل احيانا المدير الفني ممكن في حاجات نقط خافيه عليه، لو التفاصيل دي توصل له يقول لك لا، اللعيب دوت هيلاعب مين؟ هيبقى عنده لعيب مثلا كويس جدا في واحد ضد واحد في المراوغه، لا اوقف انا لعيب، انا كابتن ميدو مثلا دوت، انا عرفت فعلا ان هو مميز في الحته دي، لا هو المناسب للمكان. او هلعب على لعيب مثلا عنده في الناحيه مدافع، عنده قدرات في ضربات الراس بشكل كويس مثلا. لا، هي في الكرة انت المفروض تعمل العكس، يعني دي نقطه مهمه اللي انا هقولها، يعني اللي هي ايه مثلا، انا لو مهاجم العب على عكس امكانياتك، ألاعب اللعيب اللي على عكس امكانياته. يعني انا ما بلعبش ضربات راس كويس، بس كويس في الدريبل، وهلاعب مهاجم مدافع، هلعب على مدافع عنده، انا ضربات ضعيف في ضربات الراس تمام، بس في الدريبل سريع وبعدي تمام مراوغ،
هو عنده رأس كويس بس هو في المراوغة ضعيف. أنا المناسب مش يناسب، مش كل مرة أنا هلاعب المهاجم اللي ضربات الرأس عنده كويسة. تمام. طب لو المدافع عنده الميزة دي أنا مش هبقى مميز بالنسبة له. صح. والعكس. لو عندي مدافع مثلا ضربات الرأس عنده ضعيفة وأنا عندي مهاجم ضربات الرأس عنده كويسة. بالظبط. أرجع في الدفاع، الدفاع بقى لازم يبقى مماثل، ما يبقاش مختلف. يعني مهاجم دريبل كويس وبيعدي، لا زي ما لعب له لعيب كويس في الحته دي. مدافع مهاجم ضربات راس عنده كويسه، يبقى لازم العب له مهاجم ممكن اغير المدافع ده والعب واحد تاني يتميز في ضربات الراس. المدافع عموما يعني المفروض الدفوات تبقى عنده قليله قوي. بالظبط. ممكن انا بتكلم دوت بالزبط. هي بص يا كابتن، انا فاهم كلام حضرتك. ما طبيعي اللعيب المفروض يبقى عنده اغلب الحاجات، بس ما يكون حاجه مميزه. يعني اقصد مهم جدا يعني التحليل الفني ده يكون موجود. واعتقد ارجع اقول لو عندك ناس كويسه في التدريب الخططي والتكنيك، يعني تكنيك وتكتيك مميز فيه سواء في الدفاع او في الهجوم، اكيد دول حتى هيطوروا مستوى الفني عند المدير الفني. تمام. هتلاقي في الخطط يحط يقدر يعمل تشكيل بشكل مناسب، التغييرات، يعرف الاخطاء بسرعه. لا مهمه والزمن جاي كده على فكره. تمام. لازم يتعمل دوت. تمام. لازم. معاك جدا، انا معاك جدا. قبل ما نطلع فاصل هسألك سؤال فكر فيه عشان تشرب الحاجه السخنه بتاعت حضرتك. يعني في مدربين دايما يقول لك اصل انا عندي لعيب مهم قوي غاب. هل فايلر من النوعيه اللي بتتاثر بغياب اللاعبين المهمين جدا بالنسبه له، ولا فايلر عنده استعداد يلعب باي تشكيله؟ هنجاوب على السؤال ده بعد ما نطلع فاصل عشان تشرب الحاجه السخنه. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع متألق كابتن كبير كابتن محمود صلاح او الدكتور محمود صلاح. الله يخليك. حضراتكم من جديد، كنت قبل الفاصل بسأل دكتور محمود صالح عن نوعية ريني فايلر. هل هو من المدربين اللي بتأثروا بغياب مثلا لعيب زي رمضان صبحي؟ لعيب مؤثر جدا، كابتن منتخب الأولمبي، كان عامل شكله الأروع قبل إصابته، لكن ما حسيناش طبعا إن فايلر متأثر. شايف فايلر في الحتة دي تحديدا إزاي؟ يعني أنا طبعا بقدره جدا الحقيقة. يعني هو في ميزة، هو اللعيب في ادائه اعتقد انت برضه يعني اصغر مننا بس اكيد عندك الخبره نفس اللي انا هقوله. يعني اكتشاف ايه المساحه، يعني ايه الامكانيات اللي عند اللعيب ولسه ما خرجهاش. تمام. اللي ممكن يقديه وما بيقدهوش. تمام. وايه النظره المستقبليه؟ يعني يمكن في الفصل اللي كنت قلت لحضرتك كنت بتناقش مع زميل ليا بيتكلم على إيليو ديانج، قلت له ده لسه عنده مساحه ما شاء الله. يعني هو بيقدم مثلا ممكن يكون 60% من المستوى. برافو. صح صح. الشعور ده هو بيقدر يعمل دي واصله له. هو عارف يعني هو طور كل الاداء. هو اجي كان ماشي تقريبا، كان ماشي بس هو من ادائه لا، ده في حاجات ازاي ما بيستغلهاش. لا في التكتيك ازاي عنده مشكله مثلا، ليه ما عندك سرعات مثلا، ليه ما عندك واحد ضد واحد، ليه ما يكون عندك موقف زي ده ما بتشغلش عليه. تمام. في ضربات الراس ليه ما بتخشش في ال 18 بيطلع كل ما هو كويس فيه كلاعب. انا بتكلم الحاجات البسيطه يعني. تمام. فهو عنده دي. تمام. هو بيحافي حاله للاداء اللعيبه كويس ويعرف امكانياتهم كويسه ايه وايه المساحه اللي عندهم ما خرجتش. فهو دي مع اكتر من لعيبه، انا مش عايز اقول لك مع كل الفرق، مع تمام. كل اللاعبين حقيقه. تمام. فدي عبقريه منه يعني الحقيقه. أكيد. يعني وزي ما حضرتك بتقول برغم الاصابات الكتيره والغيابات الكتيره الغياب بيأثر في اللعيب اللي هو بيلعب بيأدي بشكل عملي. ممكن البديل ده هو المستوى المتقارب في النادي الاهلي، احنا نادي كبير ما شاء الله، بس برضه هي المشكله في لعيب بيلعب وفي لعيب بيبقى بعيد. البعيد ده ممكن الاحتكاك والمباريات الرسميه بعيد عنها ممكن يتأثر مستواه. تمام. انما هو لا، هو محتفظ بالمستوى ده كأنه اللعيب بيلعب. دي ممكن تكون مهم جدا. المحاضرات النظريه دي مهمه، في المدربين بيغفلوها. هو ما شاء الله هو دايما في محاضرات نظريه مع اللاعبين. بالظبط. هات اللعيب اقعد معاه قول لي ناقصك وكذا وكذا، وتجيب السبوره وتشرح له حتى اللعيب يحس انه موضع اهتمام.
هتلاقي معنوياته ارتفعت. مبسوط ان هو بيقول له عيوب اللي ممكن هو مش عارفها. وفي نقطه تانية مهمه، انت بتيجي تقول لعيب، في لعيب ذكي بيبقى عارف عيوبه ايه، لما المدرب بتاعه يبقى فاهم عيوبه كويس تلاقي ثقته في المدرب تزيد ويحترمه. يعني دي نقطه مهمه برضو في المدرب ان يكون فاهم عيوب جدا. لان في لعيب بيبقى عارف عيوبه، لما انا اضغط لك بقول انت بتعملش كذا المفروض تعمل كذا، انت بتعمل كذا المفروض تعمل كذا. انا لو المدرب بيقول لي كده هحترمه، هو عارف وفاهم وكفاءه عايز تطورني يعني. تمام. وفي تمام. نفس الوقت موضوع الثقه ده مهم جدا. فهو انا ما اعرفش التفاصيل، بعرف جزء منها طبعا، انا مش متواجد بشكل 100%، بتابع التدريبات بشكل كتير. اوكي، تابع المباريات طبعا، المباريات الوديه والرسميه. لا هو عنده دي، هو عنده دي، تمام. عنده دي تمام. لان اللعيب مش بسهوله، معلش اسف قطعت، اتفضل اتفضل. لان اللعيب مش بسهوله يعرف عيوبه ايه اللي مش عارفها. اللعيب مش بسهوله المدرب بتاعه يكتشف ايه المساحه اللي هي موجوده داخله وهي مش موجوده. ناحيه عمليه اللعيب ما بيستغلهاش. في لعيب بيصوب اخلق في نفسك فرصه التصويب يا اخي، عشان تجي لك فرصتين ثلاثه تقدر تسجل. صح. ومش سهل كمان ان انا اقنعك ان بالعيوب بتاعتك يعني. في مدرب ممكن يقول للعيب انت عندك كذا وكذا وكذا واللعيب مش مقتنع، لكن هو بيوصل كمان المعلومه ان انت تقتنع بان انت طبعا فعلا عندك عيب وان انا بطوره لك. طبعا دي حاجه مهمه جدا. طبعا. نروح للعكس بقى، كسره اللاعبين الجاهزين عند فايلر برضو ما عملتلناش مشاكل الحمد لله، اللعيبه مقتنعه جدا جدا، اللي قاعد قاعد واللي بيلعب بيلعب، كل الادوار محفوظه موجوده، ما فيش لعيب اساسي ما فيش لعيب بديل. طبعا بيدير الموضوع ده برضو، مش عايز اقول بالذكاء، بعبقريه. انت معاك 30 لعيب مثلا وبتقدر تخلي كل اللعيبه مبسوطه مبسوطه. عنده ثقه في نفسه، ثقه ما تهزتش، جاهز، بيتمرن كويس، بيتمرن بجديه، سواء موجود في الملعب اساسي او احتياطي، موجود نفس الجديه ونفس الاهتمام. وكل واحد في طبعا ما فيش شك تنافس بين اللعيبه وبعضها متواجد. الروح المعنويه مرتفعه، ده موضوع صعب على فكره. ده مش طبعا الجهاز الفني موجود والجهاز الاداري موجود اكيد، ما هو فايرال اللي هو احنا بنتكلم على فايرال يعني، هو راس النادي الاهلي بيديك كل الصلاحيات أكيد. واذا كان في مشكله بيحاول يحلها لك اكيد طبعا. لا لا، الاجواء كويسه طبعا في النادي الاهلي طول عمرها. الحمد لله الحمد لله. محمود كهربا يا كابتن محمود، شايف محمود كهربا اهميته في الفتره اللي جايه ايه، خصوصا كمان مع اصابه رمضان صبحي؟ هو لازم يكون اكثر جديه واكثر اهتماما عن الفترات السابقه، يعني الاحساس ان انا هلعب، الاحساس ان انا اساسي. ما في حاجات انت بتحسها في اللعيب، يعني النهارده اللعيب وحش او بقى له فتره وحش، انت ممكن انت من خلال مشاهدتك ليه تقول ده عنده نوع من الغرور، اللامبالاه، عدم الاهتمام، مش عايز اقول الاستهتار يعني، فاهم؟ ولا انت مش تمام موجوده تمام بتحسها. تمام. لعيب عنده امكانيات رهيبه وشاف اداؤه مش لا يتناسب مع امكانياته، يبقى اكيد في اسباب. بس كله راهن على كهربا في الاهلي غير كهربا في اي حته ثانيه، لان الاجواء هتخليه هو عشان يعني يستمر طبعا، وليه تجارب سابقه يعني، النادي الاهلي ليه تجارب سابقه في الملتزم واللي مش ملتزم. هو قدام يعني اللعيب بيجي انت شايف ده بيبقى ازاي وده بيبقى ازاي، هو جاي وعارف ان الدنيا مش سهله، الدنيا صعبه، عشان يثبت وجوده كلاعب اساسي عشان يقدر يلعب منتخب مصر الدنيا صعبه، معاه لاعبين بتنافس في المراكز اللي بيلعب فيها مستويات متقاربه تكاد تكون متساويه. جمهور كبير وتاريخ كبير ومسؤوليه كبيره، اللي قلناه قبل كده برضو في خلال من سياق حديثنا في الحلقه، كل العناصر ديت اكيد هتدفع قدام. بس هو في نقطه مميزه للنادي وليه، هو كان ده امله الحقيقه، وانا عارف من فترات سابقه يعني كان امله ان هو يرجع النادي الاهلي ويلعب للنادي الاهلي. بالظبط. خلاص تحققت هذه الامنيه، وفضل النادي الاهلي عن اي مكان تاني دلوقتي وعن الاحتراف الخارجي، فانا متفائل بيه ان شاء الله هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. اكيد. هروح بخبر كده بعيد شويه عن كابتن محمود عن المباراه ونرجع لها على طول. خبر كان جاي لي دلوقتي حالا ان بعض المسؤول الانديه كانوا قعدوا مع اللجنه الخماسيه واعربوا عن رفضهم القاطع لتغيير اي شروط بنيت على اساسها هذه المسابقه، مسابقه 2019 2020 في الدوري الممتاز، وكمان خاصيه الاستبدال او بند الاستبدال مرفوض رفض تام من مسؤوله او من معظم مسؤول الانديه المصريه.
ما انت بدات موسم بتخطط، مش كل فريق بيخطط للموسم على التعليمات او البنود اللي طبعًا موجوده في انت مثلا بتقول الاستبدال مثلا 3 والاعاره 2 مثلا، انا خلاص انا عارف استبدلت الثلاثه وما تجيش بقى تقول الزباليه بقى 5، ما تجيش تقول انت ما فيش تكافؤ فرص، فلازم القرارات والقوانين واللوائح طالما قبل ما نبدا الموسم بتتحط بشروطها ولازم نكمل الموسم. اكيد اكيد. انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن محمود، استاذنك ثواني بس، يعني عايز اقول حاجه لاي مسؤول يا جماعه، لما انت بتحط حاجه وبتيجي بترجع فيها او عايز تغير فيها مش للمصلحه العامه، الحاجه دي بتضعفك جدا جدا وبتقللك جدا جدا. انت كمسؤول عايز تحافظ على نفسك وعايز يبقى ليك دور وعايز تبقى قوي قدام الجميع، لازم تلتزم بكل ما قيل من او كتب كمان من قواعد نزلتها لكل الانديه، لكن غير كده عايز تطور طور للمصلحه العامه وليس لمصلحه الافراد كانت يعني. تمام. ولا ايه يا كابتن؟ تمام كلام حضرتك. عشان كده دايما النادي الاهلي لما بيطلع قرار بيكون درسه كويس قوي، حتى لو القرار ده كان فيه نسبه ريسك كبير لكن بيتمسك بالقرار. انا طلعت قرار وعارف ان هو للمصلحه العامه. وعلى مدار تاريخه في قرارات كتيره. في 85 لما لعبنا بالاجمل. بالظبط. مباراه الزمالك. بالظبط. وكسبنا 3-2 يعني. بالظبط. وانت كمان ايه، انت وقفت 16 لعيب اعتقد، وعندك مباراه كبيره جدا بحجم نادي الزمالك، لو كسبتها تاخد كاس مصر. فانت يعني 16 بالاضافه كان في 8 في منتخب مصر. مباراه المغرب في المغرب تصفيات كاس العالم 86. يعني انت خسران 23 لعيب 24 لعيب ما عندكش فرقه. خالص. اه طبعا. وده يحسب الحقيقه اللي كان قطاعات الناشئين الحقيقه كانت موجوده. يعني كان موجود الكابتن عادل طعيمه كان مسؤول وكان متواجد في الفتره ديت. كان الكابتن عادل طعيمه كان فعلا. كان فرقته ديت. هو اللي كلف بتصعيد فرقه. لا هو مش كفء ومعاه لعيبه كويسه وطور من ادائهم، هيلعبوا ازاي؟ حتى يا كابتن هو النادي الاهلي لما خد قرار اعتقد ان هو ما بصش حتى لنوعيه الناشئين، هو بص ان انا هاخد قرار عشان يتناسب مع الاسس اللي انا ماشي عليها والمبادئ اللي انا ماشي عليها طول عمري. طبعا. وكسبت المبادئ في الاخر بصراحه. كل مره طبعا. طبعا كل مره هو تاريخ النادي الاهلي مميز، وده دي اسم النادي الاهلي وسمعته وتاريخه اللي عملها اكتر من 100 سنه دلوقتي، 113 سنه. اعتقد هي القرارات اللي اتخذها المسؤولين على مدار تاريخه وكانت كلها صائبه يعني الحقيقه. تمام. نرجع لمباراه بلاتونيو يا كابتن محمود، وشايف ايه العوائق اللي ممكن تعيق النادي الاهلي في هذه المباراه، او صعاب او تحديات يعني؟ مفيش اي عوائق. مفيش ولا صعوبات، بس الموضوع يتوقف على اللاعبين، وزي ما قلنا برضو في سياق حديثنا من البدايه، عندك الناحيه البدنيه متفوق فيها والنواحي الفنيه خططيه مهاريه، لا يبقى الا ده اللي بيبقى فيه اهتزاز. لا انا حتى لو مش هقدر ابذل او اطلع امكانياتي البدنيه لو ما عنديش صفات اراديه قويه وما عنديش اصرار وما عنديش هدف عايز احققه، يعني حتى الجانب دوت بيأثر على الجوانب الاخرى الخططيه. مع تمام. انت هتنفذ ازاي نواحي خططيه؟ تمام. دي مرتبطه بالذهن والتفكير والقرار. ايه القرارات اللي هاخدها في الملعب؟ لازم اكون مركز. هخش في تنافس لو مفيش صفات اراده وتصميم، انت الغلبه مش هتقل ليك، هتكون ممكن المنافسه اقل منك نواحي بدنيه. فده النقطه دي مهمه جدا لو موجوده عند اللعيبه، وان شاء الله تكون موجوده، مش هيبقى في اي مشاكل خالص. يا رب يا رب ان شاء الله. اسال حضرتك سؤال برضو شخصي، كابتن محمود صالح لو عايش الاجواء اللي احنا عايشينها فيها دلوقتي كلاعيبه كوره، غصب عنك انت كل شويه معاك تليفونك بتدخل على السوشيال ميديا خصوصا لعيبه النادي الاهلي، بتشوف الجماهير بتتكلم عليها ازاي؟ لو حضرتك غير موفق، خلينا نتكلم بصراحة زي مثلا مروان محسن والمباريات اللي فاتت، وبتدخل بتقرا التعليقات والجماهير طبعا كانت متضايقة، الجمهور بيبص لعيب النادي الأهلي إن هو لعيب أنت ما تتأثرش بحاجة، أنت لعيب تنزل تجيب أجوال تكسر تموت نفسك، وده سمات لعيبة النادي الأهلي عموما. لكن لما تكون عايز أو دعم من جماهيرك، وبتشوف إن في جماهير لسه صغيرين بقى طبعا عايزينها مروان، ومروان بيضيع، ومروان مش عارف إيه، ومروان ربنا كرمه في الآخر بهدفين يعني رجعوا له جزء كبير من الثقة، هل الكلام ده غصب عن اللاعب بيأثر عليه بشكل أو بآخر، ولا المفروض اللاعب يتجاهل ويركز؟ لا ما تجاهلش، بس يعمل حاجة تانية. اتفضل. بص يا كابتن. اتفضل. كل الظروف ساعات بتبقى في صعوبات، مستوى هابط، كل اللي بيهاجمك ده خش في تحدي معاه. بس. دي عايزة شخصية برضه. طبعًا. عايزة شخصية. طبعًا. عشان كده بناء الشخصية مهم جدًا من صغارين.
صح. النواحي المطلوبه صح. فيها يعني اللاعب اللي عنده 10 سنين ده بيخطا في حاجه معينه او انت شايف تصرفاته سلوكه ناقصه حاجات ازرعها فيه من السن الصغير. مفيش حاجه السن الصغير مهارات بس، لا ما يبقاش مهارات بس، ارجع واقول بالتدرج تدريب وتتناسب مع المرحله السنيه. صح. مش التدريب ان انت يبقى عندك شخصيه دي طبعا بالظبط، حتى وانت كمان بعد ما شخصيتك اكتملت بتحاول تطورها. هو ابويا وامي ما اثروش فيا؟ اكيد ابوك وامك ما اثروش فيك، المدرب بيأثر في اللعيب، فلازم الحاجات ديت مهمه جدا. خد كل اللي بيهاجمك ده، عارف انا اول يعني برضو مريت بتجربه شخصيه مع مستر فايز، اول ما جه ما كانش عايز مش ملعبش، كان عايز يمشيني من النادي. انا بلعب من 81 اساسي، هو جه 88 قالوا له ده اساسي بقاله 8 سنين، قال لي مش دعوه انا مش عايزه يعني اما. فانا عرفت كده وصل لي المعلومه، انا دخلت في تحدي معاه بدون قاطر. صح يا الله، يعني هو مش عايز مع نفسي بقى انا هلعب غصب عنه، انا حواريله انا حافظ يعني ايه يعني اقصد الجانب السلبي اللي انت متخيله سلبي على اللعيب انا هطلعه لك ايجابي، اقلبه الايجابي بالزبط. وانا عشان كده ما بحبش اقول لك ان اصل اللعيب المدرب ما بيلعبوش، اصل نفسيته لا انا مش يعني ده برفضه تماما. مع حضرتك تماما. طيب تعالى نروح معلش، وكل اللعيبه اللي عملت التاريخ بالشخصيه دي صح، اللي ما عندوش الشخصيه دي يلعب سنتين ثلاثه ويقع. صح متفق معاك تماما. تعال نروح لفاروق صلاح من زيمبابوي في مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا فاروق، طمنا بقى على كل معسكر النادي الاهلي، طمنا على كل اللاعبين، طمنا على الجو العام عندك ومساء الفل عليك. تحياتي لحضرتك يا كابتن ميدو وللكابتن محمود صالح ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد العاصمه هراري، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واستعداد فريق النادي الاهلي لملاقات فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك يا كابتن ميدو، حاله من الجديه، حاله من الحماس، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي من اجل اداء مباراه قويه وتحقيق 3 نقاط يكونوا يعني في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الاميره السمراء. تفاصيل يا كابتن ميدو، نقدر نقول فريق النادي الاهلي ادى مران قوي النهارده في تمام الساعه 3 عصرا على الاستاد الوطني بهراري. ارضيه الملعب نقدر نقول ارضيه يعني كويسه رائعه جدا. النهارده انطلق المران في تمام الساعه 3 عصرا، مستر ريني فايلر عقد اللقاء وضروري تحث اللاعبين على ضروره احراز الـ3 نقاط. انطلق المران اللي نقدر نقول ادى لاعبي النادي الاهلي بغايه في القوه وارتفاع الروح المعنويه. عايز برضو من خلال حضرتك اطمن جماهير النادي الاهلي على حاله مروان محسن. مروان يعني كان في بعض الشكوك وبعد اصابته بكادمه في وجه القدم، لكن انا بطمن جماهير النادي الاهلي وبطمن حضرتك كابتن ميدو ان شاء الله مروان محسن هيكون موجود في اللقاء، وادى مران اكثر من رائع النهارده. مستر ريني فايلر برضو كان بيركز على الكرات الثابتة والكرات العرضية وضرورة استغلال الكرات الثابتة والكرات العرضية وعملية التحضير اللي بيبدأها النادي الأهلي من الخطوط الخلفية. اختتم المران بتقسيمة ما بين فريقين يعني تألق في التقسيمة، جونيور أجايي، السولية، أيضا مروان محسن، محمود كهربا، جيرالدو، أحمد الشيخ، وليد سليمان، وأحمد فتحي. خليني أقول لك يا كابتن ميدو إن حالة الجاهزية اللي عليها معظم لاعبي فريق النادي الأهلي بتضع مستر ريني فايلر في حيرة من أمره لاختيار التشكيل اللي يخوض به اللقاء. الفريق ان شاء الله غدا هيتوجه الى مقاطعه بولا وايو، ودي بتبعد عن مقر اقامه الفريق الحالي في هراري ب 435 كيلومتر. الفريق هينتقل للمقاطعه عن طريق طائره خاصه تم توفيرها من الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، توفير طائره خاصه لنقل الفريق من هراري لمقاطعه بولا وايو. الفريق هي مقر اقامه الفريق في بولا وايو تم تحديد ملعب يعني مقر الاقامه بيبعد عن الملعب اللي هيأدي فيه النادي الاهلي مرانه الاول في بولا وايو، يعني تقدر تقول من 5 ل10 دقائق. مكان الملعب قريب جدا من مكان اقامه فريق النادي الاهلي. السفير محمد فهمي سفير مصر بجمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي تابع مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي كافه الامور، ومع الكابتن سمير عدلي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سمير عدلي يعني غادر الى بولا
بولو وايو من اول اليوم كان متواجد هناك عشان ينهي كافه الامور، كافه الترتيبات. نقدر نقول هناك الامور كلها تمام في انتظار ورود لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيتوجه النادي الاهلي غدا في تمام الساعه 11:30 صباحا الى مقاطعه بولو وايو. يعني تقدر تقول بالطائره كابتن ميدو هتاخد يعني من 50 ل 60 دقيقه يكون ان شاء الله تم الوصول الى مقاطعه بولو وايو، المقاطعه اللي ان شاء الله هيكون فيها مباراه الاهلي وبلاتينيوم. انا معاك يا كابتن ميدو، لو في اي استفسار اي سؤال انا موجود مع حضرتك. والله يا فاروق انت غطيت كل حاجه، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. لكن طمنتنا على مروان، وطمنتنا على، يا ريت تطمنا على شريف اكرامي، كان عنده اعتقد ان عنده اجهاد في السمانه، كان بيتمرن تمرين خفيف لوحده. طمنتنا كمان على المران وكل كبيره وصغيره. طمنا بس على شريف اكرامي، واشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. شريف اكرامي بيأدي البرنامج التأهيلي، لا زال في البرنامج التأهيلي الخاص بيه اللي بيجري مع الدكتور خالد محمود. لا زال يعني شريف اكرامي في برنامج تأهيلي المفروض عليه بيكمله هنا في زيمبابوي. ان شاء الله نتمنى له الشفاء ويكون مع، يعني ان شاء الله يبقى متواجد معانا في المباراه. لكن باستثناء يعني شريف اكرامي تقدر تقول ان كل اللاعبين في النادي الاهلي في حاله جاهزيه عاليه، كل اللاعبين مركزين. عايز اقول لحضرتك نقطه ثانيه يا كابتن ميدو، السفير المصري محمد فهمي كان حريص ايضا على ان هو يكون متواجد ويدعم فريق النادي الاهلي النهارده في المران، كان موجود بالامس وكان موجود النهارده. ايضا كان حريص ان هو يعني يخاطب جميع الجاليه المصريه او الجاليه العربيه من اجل حضور اللقاء، وطبع اعلام النادي الاهلي من اجل ان هو تبقى موجوده مع افراد الجاليه في مقاطعه بولو وايو من اجل دعم النادي الاهلي في هذا اللقاء. ايضا في حاله من الترحيب بنشوفها في الشارع الزيمبابوي بعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، الجميع بيبقى حريص على التقاط الصور مع لاعبي النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ أيضا كان صرح لنا وقال إن الخبرات النادي الأهلي الإفريقية، حضرتك كابتن ميدو واحد من نجوم النادي الأهلي اللي خاض مع النادي الأهلي الكثير من المباريات الإفريقية، وأيضا كابتننا الكبير الكابتن محمود صالح، كافه لاعبي النادي الاهلي تتمتع بكافه الخبرات. ده في ظل تغير الطقس في زيمبابوي فراري، يعني ما بين سقوط الامطار لطقس يعني ساخن. يعني تقدر تقول يا كابتن ميدو احنا بنشوف الاربع فصول بتوع السنه في يوم واحد، لكن خبرات لاعبي النادي الاهلي على التعامل مع هذه الامور وكافه اجواء الملاعب الافريقيه ان شاء الله ترجح كافه النادي الاهلي في هذا اللقاء. ونبارك لبعضنا كلنا كابتن ميدو ان شاء الله عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي بمشيئه الله. بفروق ان شاء الله تبارك لنا باذن الله يوم السبت. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما متالق زميل العزيز فاروق صلاح، شكرا جدا. كان معايا من زيمبابوي مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. طمنا على كل كبيره وصغيره، مش محتاجين حاجه بقى، ان شاء الله دعواتكم بس، ويكون النادي الاهلي موفق يوم السبت باذن الله، ويرجعنا بالثلاث نقاط الهامين جدا يا كابتن محمود. ان شاء الله باذن الله. واتكلم عن كل حاجه وطمنا على المعسكر وعلى اللعيبه. رساله جميله وطمنتنا الحقيقه، ان شاء الله خير باذن الله. تمام. هل فاكر السؤال؟ لا مش فاكر. احنا كنا بنتكلم عموما في السؤال قبل الفاصل. كنا بنتكلم عموما في تألق جميع اللاعبين، بنتكلم عن اتكلمنا عن فايلر ما بيتأثرش قوي بغياب اللعيبه المهمه لانه مجهز كل اللعيبه. كنت عايز اسألك عن جاهزيه اللعيبه قفشه. كنا بنتكلم على كهربا تحديدا ودوره في غياب رمضان صبحي. حضرتك كنت بتتكلم عن كهرباء ما قبل النادي الاهلي، وقلت ان لازم كهرباء يشوف النماذج اللي كانت في النادي الاهلي، والنماذج اللي خدت الموضوع بجديه واللي خدت الموضوع بهزار، وده فين وده فين. طبعا لان النادي الاهلي نادي كبير والتنافس فيه قوي اكيد، وانت لو ما اهتمتش وبذلت اقصى جهد ممكن ما تبقاش موجود. يعني احيانا اللعيب برضه بيلاقي اذا كان بيلعب في فرقه وظروف اللعب تبقى سهله بالنسبه له انه يبقى اساسي، لا انت دخلت مفيش حد ضامن مركزه في النادي الاهلي، اي تهاون ممكن. ما لا انا مش بقول كده يعني الحديث يبقى ليه تاثير في اتجاه انا يعني مش حابه. يعني اقصد يعني انا عايز المعنويات تبقى مرتفعه، وانك تبذل يعني دايما تبقى مستعد انت، يعني على اهبه الاستعداد. ما تطلب منك الفرصه تاديها على انت، ما هو كل حاجه لازم يكون عندك اخلاق فيها، لازم يكون عندك ضمير. تمام. بيديك عقد كويس وبيهتم بيك، فالمقابل لازم اخلص المكان اللي انا موجود فيه. تمام. يعني تخلص له، يعني ايه تخلص له؟ يعني التمرين بجديه والودي بجديه وتبذل اقصى مجهود. بالظبط. ده المطلوب منك. واللعبه وعدم اللعب دي بقى توفيق بتاع ربنا.
بس انت تبقى راضي عن نفسك، دي نقطه مهمه، انك خرج التمرين انت مبسوط، انا اتمرنت كويس. تمام. اخر سؤال اساله حضرتك، وقتنا جري بسرعه كالعاده مع حضرتك، انا كابتن محمود، التخوف اللي بالنسبه لي انا شخصيا دايما من التحكيم بصراحه، هل هنفضل خايفين من التحكيم ولا ان شاء الله يكون في عداله تحكيميه تدينا على الاقل حقنا؟ مع احساسي الشخصي بس مش عارف ده حقيقي ولا لا، انا حاسس ان في تراجع شويه، يمكن الفترات السابقه القريبه دي كان التحكيم جيد، انا حاسس ان هي في تراجع شويه، يعني ممكن يكون انا غلطان. لا لا دي حقيقه، يعني دي حقيقه، بس ما اعتقدش يبقى فيها يعني حاجات يعني صعبه، يعني احنا هي مشكله تعرف ايه، على بطوله المستويات متساويه والقوه متساويه 50% 50%، دور التحكيم هنا بيبقى حاسم طبعا، احنا لسه شايفين اتغاضى عن ضرب الجزاء، طرد ايمن اشرف في مباراه النجم الساحلي ولعبنا 10 لعيبه من اول 10 دقائق يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك محمود، دايما متالق ودايما بنسعد بيك، والجمهور الاهلاوي بيسعد برؤيتك. الله يخليك، وانا سعيد اكون مع حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شرفت ونورت ان شاء الله، اشوفك قريب جدا باذن الله ان شاء الله كده. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير جدا دكتور محمود صالح، اللي بيشرفنا دايما هنا في الاهلي الليله، وبنستفيد من كل ارائه ورؤيته الفنيه. بعد الفاصل هيكون معايا زميلي العزيز احمد قيشو، استنوا.